كابتن اسامه، التعادل مستحق بطعم الفوز لناشئي الاهلي الكبار. مفيش شك في كده. الواضح الشوط الثاني ان الروح زادت، الاصرار زاد على انك ترجع للمباراه، وفي اكتر من فرصه خطيره لحسام حسن اتلعبت له بالعرض داخل ال 18، يمكن تصرفه ما كانش كويس قوي، هو في واحده بعد كده عملها فوق العارضه، فتحس ان اللعيبه كانت عايزه تخرج من المباراه على الاقل متعادله. فرصه جات لهم، كلهم بيحاولوا يثبتوا ذاتهم بالذات اللعيبه الصغيرين، يعني اللي ما كانش الناس جماهير النادي الاهلي ما بتسمعش عنها كتير يعني. ف اهم حاجه ان احنا لعبنا بروح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء، اللي هي ان احنا مش عايزين نخسر. صح. لعيبه ادت ما عليها، والتغييرات الى حد كبير ادت نشاط وحيويه اكتر بالذات في اخر 25 دقيقه. يعني الاسماعيلي المفترض انه بيلعب كامل، المفروض يظهر بصوره افضل من كده، لكن ما تحسش ان في فرق كبير بين ناشئين النادي الاهلي ولاعيبه الاسماعيلي اللي المفروض عندهم خبرات كبيره. اكتر من لاعب كان مميز النهارده، تاني للمره الثانيه محمد مغربي ممتاز، السيرد باك الاشول، محمد اشرف الباك شمال عمل برضو مباراه جيده، واكتر من لاعب يعني بصراحه ظهروا بشكل كويس. صحيح. وخاصه زي ما قلت لك الاصرار والتصميم بعدم الهزيمه الشوط الثاني، وربنا حقق لهم المراد بالتعادل في الاوقات الاخيره. صحيح. كابتن عادل، ما كانش عندك ادنى شك